واكيد لازم يكون يعني بعد كل ده والاتحادات لازم اكلم الناقده الرياضيه الاستاذه دعاء بدر. مساء الخير يا استاذ دعاء. مساء النور، اهلا اهلا كابتن خالد. اخبارك ازاي؟ ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ ازاي صحتك؟ كله كويس طبعا. انت عارفه انا هكلمك في موسم اتحادات او موسم انتخابات الاتحادات. أيوة. الرياضيه. أيوة. بص يا استاذ دعاء، انا بكلم حضرتك بصراحه، 28 اتحاد، خمسه محققين من اصل 28، شايف الصوره ان في ناس لسه قاعده على كراسيها عايزين نغير، رايك ايه في هذا الموضوع؟ طبعا انا الحقيقه كنت هاخد برضو من اخر كلامك، يعني انت قلت كلام ما قل ودل زي ما بيقولوا، يعني انت جبت المفيد، يعني ان احنا عايزين فعلا ناس تشتغل، احنا مش عايزين ناس تيجي تقعد على كراسي واجهه اجتماعيه او اي اسباب تانية يعني. ومش عايزين الرياضه تبقى معتمده على اولياء الامور او السبونسر، المفروض يبقى في اتحاد هو المسؤول عن الكلام ده. طبعا طبعا عدد ان احنا خمس اتحادات فقط هي اللي محققه نتائج في الاولمبياد ده رقم قليل جدا. مش قليل كعدد يعني، لكن قليل بقيمه مصر، يعني مصر قيمتها اكيد اكبر من كده بكتير. وحتى لو قارنا نفسنا بالدول الافريقيه والدول العربيه هنلاقي ان احنا متاخرين قوي في النتائج. فتره الانتخابات دي الحقيقه فتره بتبقى عصيبه جدا، وللاسف طبعا بيبقى فيها المجاملات احنا عارفين يعني طبعا اللي بيحصل دايما في الانتخابات، والتربيطات، وهتاخد صوتي هنا وادي لك صوتي هنا، والتربيطات اللي احنا عارفينها بتاعت كل الانتخابات. قولي لي هنخلص امتى من التربيطات يا استاذ دعاء؟ هنخلص امتى؟ هنخلص امتى من التربيطات؟ انا بتكلم بصراحه، يعني انت شايف، انا عارف ان انت جوه المطابخ الاتحادات الرياضيه كلها، هنخلص امتى؟ هيطلع مصر ان احنا بنختار على اسس واضحه جدا وناس بتحقق نتائج او ناس هتحقق نتائج، الناس ايه اللي يحصل؟ عايزه ايه؟ يعني اكيد انت قريبه جدا للمطابخ دي، فايه المفروض يتعمل؟ الاول اللي احنا عايزين نقول ان الانتخابات المره دي هتبقى مختلفه شويه. يا رب. التربيطات اتلخبطت شويه بسبب تغيير ميعاد الانتخابات، او ان انتخابات الانديه بقت قبل انتخابات الاتحادات، فده عمل لخبطه في كل التربيطات طبعا. ده مؤكد يعني. كويس. فكره ان دلوقتي احنا عندنا الانديه هتبقى في الاول، الاتحادات هتكون بعديها ان شاء الله في الغالب. الجمعيه العموميه لازم تكون واعيه كويس قوي هي بتختار مين، ولازم يعني ان كان رئيس النادي هو اللي في الاخر ليه الكلمه، فلازم ياخد براي الناس اللي شغاله في المطبخ نفسه، المديرين الفنيين والمدربين، لازم يبقى شايف هم شايفين ايه برضو، لان هم بيبقى هم شايفين اكتر، هم ايديهم في اللعبه تحت رئيس النادي، ما هو كل اللي يعرفه ان الشخص ده جاله، ده بيتكلم كويس، ده ما بيتكلمش، يعني هيبقى شايف الصوره من بره، صوره خارجيه. فلازم يبقى في يعني يبقى في تشاور في حاجه زي كده دايما. بكلمك بصراحه شديده على ان دور الاتحادات المصريه في صناعه البطل، بيقولوا دايما بعد اي اخفاق يقولك اصل اللعيب ما كانش كويس، هو مش شايف نفسه. نفسي توجهي رساله. اتفضلي. ده كلام ملوش اي صحه خالص. مفيش حاجه اسمها اللعيب ما كانش كويس، احنا عندنا ابطال رائعين، عندنا مجموعه يعني حقيقه عندنا مواهب مبشره جدا جدا جدا. في منظومه هي اللي بتبقى مش كويسه، منظومه اداريه كامله، يعني احنا المفروض ان احنا نشتغل على ان احنا اللي نساعد اللعيب ده عشان نوفر له كل حاجه، عشان خاطر هو ما يبقاش وراه حاجه غير التدريب بس. في مصر ما فيش الكلام ده. اللعيب في مصر عندنا مشتت ما بين يشوف دراسته، يشوف المواد اللي عايزه تتاجل، يشوف مش عارف ايه، عايز يسافر، يشوف الفيزا، يشوف مشتت بين الف حاجه. كمان اللعيب كمان بقى مشتت في ان هو لا ده بيدور لنفسه على سبونسر، ده عايز يشوف مدرب برايفت، عايز يسافر بطولات زياده عن البطولات اللي بيوفرها الاتحاد، لان الاتحاد ما بيوفرش بطولات كفايه. كل دي حاجات بتشتت اللاعب. واسمح لي اقول لك يعني اكبر دليل على كده ان لعيبه مصر لما بتتجنس، ودي حاجه انا حزينه ان انا اقولها، لكن لعيبه مصر لما بتسيب الجنسيه المصريه وبتروح تلعب باسم بلد ثانيه بيحققوا ميداليات اولمبيه وعالميه، ودي حاجه تحزننا، ودي اكبر دليل ان احنا في عندنا خطا، ولازم نشتغل على الخطا اللي عندنا. احنا عندنا خطا، وانا معاكي تماما، وبضم صوتي لصوتك، بقول لك فعلا انت بتتكلمي صح، احنا عندنا
ابطال واعدين يقفوا على منصات التتويج العالميه في واحد واثنين في المركز الاول والثاني والثالث، بس لو حصل اهتمام من المسؤولين على كل الاتحادات. استاذ دعاء بدري بشكرك شكرا جزيلا جدا جدا على المداخله معانا النهارده،